سلام 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 أوه. اليوم عندنا قصة بعنوان العيد. بطلة هذه القصة واحدة أمريكية اسمها تيسيكا براون، عمرها 40 سنة، والبنت هذه بنت عادية زيها زي أي فتاة في أمريكا. وفي ليلة من الليالي، في 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 دقائق، البنت هذه صارت حديث العالم كله، السوشيال ميديا، العالم كله، الشوارع، الأخبار، كله يتكلم عن هذه البنت. A big day for the woman who put girl. Well, we got Tessica Brown in the. Here's Tessica Brown. How are you holding up, Tessica? إيش سوت البنت هذه؟ جابت العيد من الآخر. فقبل ما نخش في الحلقة اليوم، زر اللايك يا جماعة الخير، جهزوا عصيراتكم وشاهيكم. أو شاي بس كذا. خلونا نخش بالمقدمة، يلا بينا. أنا عارف إني ماشي صح، لو ما تشوف من 2012 سردية ناجح في اليوتيوب. لو تقول ما تقول بتكون مطول، معقول بكون مكروه بالنسبة لك بس ماني لك مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر من قناة ماكس جديد وفيديو جديد يا حبيبي. اليوم عندنا قصة غريبة، الواحد ما يبغى يضحك، الواحد يبغى ينشر العظة والعبرة عشان لا حد يسوي زي كذا، مع انه ما ادري مين اللي حيسوي زي كذا. صديقتنا تيسيكا براون استيقظت هذاك اليوم، صحت من النوم، يوم عادي، يوم جميل، العصافير تزقزق، واختنا بالله راحت قدام المرايا عشان تتشيك وتتظبط، الجو جميل، النسمة حلوة، صحباتها قالوا على نروح اليوم نخرج نتمشى. طيب طيب بس اصحصح واجيكم، هذا اللي صار، هذا ما ادري ايش اللي صار، بس المهم انها راحت من يوم على المرايا. عاد انتوا تعرفوا اول ما الواحد يصحى من النوم الشعر مضاد للجاذبيه، الشعر يكون طاير فوق. وصاحبتنا كانت مستعجله هذاك اليوم، تبغى تخرج تلعب صاحباتها ما ادري تروح الشغل، فراحت على طول تحط لها من الايلاينر وتظبط شعرها كذا، وترى الشعر مو راضي يهدى، فقررت الاستعانه بكريم الشعر اللي كذا يخفف الشعر يخليه مع الجاذبيه نازل مو طالع. وانصدمت هذاك اليوم انه الكريم حقها مخلص، فبدل ما تروح الصيدلية عشان تشتري كريم جديد، لا قررت تجيب خرا تغري في شعرها عشان يثبت وما يصير. والله صديقتنا حطت الغرا وكذا خلاص طلعت من البيت ومشت، ولا كأنه في شيء. كملت يومها مبسوطة وسعيدة وما رجعت البيت هذيك الليلة، ومن هنا جات صدمة عمرها. طبعا لما جات تغسل وجهها وتغسل شعرها، الله الشعر مو راضي يتحرك. Well I didn't have any more to be loose space so I used this bad idea. Yo look my hair It don't move. You hear what I'm telling you? It don't move. يا ولد عدل بدل شوية مو يا جيب الشامبو. جابوا لها الشامبو. يا ولد الشعر لصق في الرأس، لصق في الرأس، لصق في الدماغ، في الجمجمة، المخيخ، تعرفوا المخيخ ذا اللي يكون ورا، لصق في الشعر خلاص. وعلى كلام تيسيكا تقول انه ما غسلت شعرها مرة، ولا مرة دي، ولا 15 مرة والشعر مو راضي يفك. I've washed my hair 15 times and it don't move. يخرب بيت الغرا، ايش الغرا هذا يا جماعه الخير؟ صديقتنا قعدت شهر كامل في محاولات بائسه، كل يوم تتروش تدعك تدعك تدعك، ما في فايده، ما في فايده. Nothing happens. وفي هذه اللحظه عملت حاجه غيرت الموازين كلها، قررت ترفع جوالها تصور تيك توك. الله Hey y'all, for those of y'all that know me know my hair has been like this for about a month now. صورت تيك توك وراحت نامت، صحت من النوم مليون متابع على تيك توك، اكثر من 30 مليون مشاهدة على الفيديو، حساب الانستغرام من لا شيء ل 800,000 متابع. العالم كله حزن على البنت، يقولوا لها طب غسلي بالشامبو، طب جربي تحطي زيت زيتون، طب جربي تحطي فواكه مانجا. ما عاد عندها حل غير تروح المستشفى تسوي عمليه في راسها على امل انه الشعر يفك. وصاحبتنا ما عندها فلوس مطفره. لما شافت استعطاف الناس معاها والقنوات صارت تتكلم عنها، سوت حمله تبرع. يا جماعه الخير اتبرعوا، انا بس ابغى 1500 دولار يعني تقريبا 5000 ريال عشان اسوي العمليه، بس ما ابغى شيء ثاني.
مقدار التبرعات وصل 21,000 دولار. واو، هذه لين اللحظة هذه أختنا بالله يعني سوت العملية وخلصت والناس لسه بتتبرع. وبعد توفيق الله واجتهاد الدكاترة والتغطية الإعلامية اللي صارت، البنت قدرت تصلح موضوع شعرها في المستشفى وخرجت من المستشفى بسلام. شوف الفيديو هذا ردة فعلها بعد ما خلصت صحيت من النوم من التخدير. البنت سكرانة تعرف ومخدرة برضه تسوي شعرها كذا. تحديث جديد يا جماعة الخير، دوب واحد من رجال الأعمال مدري مين من أعطاها سيارة مرسيدس، سيارة مرسيدس عشان خرت شعر. ما شاء الله تبارك الله. احلى منك اخي، انت عسل يا اخي. بس عندي سؤال، برر على قلبك. لو قلت لك انا راح اغري لك شعرك في المقابل راح اعطيك سياره مرسيدس توافق؟ تنحلك. لا اله الا البنت حتعيش غنيه خلاص. سوت العمليه وكسبت فلوس وشهره وتغطيه اعلاميه وعلاقه، البنت فازت. جيبوا الغر عطوه في شعري، انا ابغى الفلوس دي. تحديث جديد، انا قاعد اسوي مونتاج للمقطع الان واختنا في الله سوت لها براند ملابس. الله اكبر. استفادت من الموضوع صح؟ الله البنت ماذا خلاص. ربك سبحان الله. من بنت عاديه شعرها راح فيها وضعها المادي اقل ما يقال عنه انه اقل من عادي، اقل كما قلت، الى واحده من اقوى الحسابات في السوشيال ميديا. سبحان الله يا جماعة الخير، ربنا أحيانا يعني يبتليك ابتلاء وانت تقعد يا الله ليش ما ادري، يطلع ربنا مخبي لك اشياء كذا انت مستوعبها دحين بس تستوعبها بعدين، فدائما نقول الحمد لله. فالدرس من هذا المقطع اعزائي الاحبة، لا حد يحط غرف شعره بس. اكتبوا لي في الكومنتات ايش رايكم في الموضوع هذا، يعني هل ممكن البنت توصل فيهم الحاله انها تحط غرع عشان تثبت شعرها، ولا هذه حاله مجنونه؟ يا جماعه الخير، والله انا اشوف هذا فكره مشروع ممكن نبدا. ادعم المقطع هذا بزر اللايك، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. كان معكم عمر من قناه ماكس اتش دي، نشوفكم على خير، السلام عليكم هيدي.